خد انا تعالى اقول ايه في انت مالك كده؟ لا مش عاجبني ايه اللي مضايق. هو ده ابن الوش، هو ده اللي طب يا جدعان، قبل ما نخش في تقطيع الشرايين ونسخة الشتاء من مكتئب ناو، خلاص قومني بقى وشيني، عايزين نقول لكم ان في تحدي راب هيتعمل على القناة، ممكن اي حد يقدم فيه واللي هيكسب هياخد 1000 جنيه، والتفاصيل هتلاقوها كلها في اخر الفيديو. نرجع بقى سريعا للفيديو عشان انتوا عارفين مود الشتاء بيخلينا نصحى من النوم شايفين كل الموجودين خوات، فيلا بينا على مكتئب ناو نسخة الشتاء. الشتا وما يحملوا معه من مود ضوء قليل ومايل للسواد. الف ادور في الحياه تايه، تعدي سنين وفي الحضور غايب. فكره التوهان في الحياه واللي بيخاف منها كل واحد مننا، انه ممكن تعدي عليه سنين وهو ما يعرفش نفسه ولا قيمتها. سارح في الفضاء، سيبني شارب السيجار وفي دماغي العبار. دي الفترة اللي بتبقى عايز اقل تفاعل تعمله مع البشر، ومش عايز غير انك تقعد مع حالك تسرح وتولع سيجارتك عشان تفكر في اكتر حاجة بتخوف البني ادمين اللي هي بكرة. هنروح فين؟ مليون سؤال بيقول ليه؟ دي اغنية مختلفة شوية بس لايقة جدا على نسخة الشتاء، والاغنية دي اللي سمعها لنا كان محمود صالح على الانستجرام اما سألناكم بتسمعوا ايه دلوقتي. هي مدرك كلاسة شوية، وان انا مش مهتم واعملوا اللي انتوا عايزينه عشان في الاخر انا جامد. الفلوس ضايع جدا، وكأن جده كان زهقان فعلا وهو بيغني، لدرجة انه في اخر دقيقة كاملة في الاغنية هو ما بيقولش غير كلمة واحدة بس، وهي ما تصحينيش يما. الماس واكتر فيميل رابر بتخلي شكل رابرز مصر البنات حلو في السين. مش هتتكلم عن حبيبها ولا تعمل فلوهات ضعيفة او تدرى في الاولد سكول، لا، شفنا منها الماستر بيس قيود وبوظان مع توتي والكيف اللي هتمسك في دماغك عافية، ولما تسمعها هتقعد تدندن بعدها مع نفسك كيف 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 كيف. اول مرة انا كراجل بيسمع راب اريليت لكلام بنت، وايه بتكلمني عن غدر الصحاب والكيف. صاحب الدنيا فلوس ساعد جواه مكسوس وزوز في دماغي وجود. ولازم هنا نرفع القبعة للوايلي على البيت واخر شغل بينزله، والكومبو ده هبقى مبسوط جدا لو سمعت له حاجة تانية اكيد. سنين انا مخربط مش شايف شيء بس راسي في السما فوق انا مش مرتاح ولا بس. بسيو هنا بيوصف حالة كان فيها في مرحلة ما وهو خربان ومطبق، ودي معنى كلمة مخربط. في اللحظة دي ما كانش شايف قدامه بس بيحاول يفضل رافع راسه وقاعد في مكانه، وبيقولك انه ما كانش كويس نفسيا ساعتها، وفي نفس الوقت كان ميت بتهز تليفون بس مش طالبة مش هفوق على كام عيل بيكون حافظ انا كلمات اللوم بس كله بيبدل كده لون. بتجيله تليفونات كتير بس مش قادر يرد، ويسمع ناس هتقعد تلومه وتقوله انت فين مش ظاهر وانت بقيت ندل وايلخ. فانا حافظ اللي انتوا هتقولوه بس السؤال ليه؟ عشان انا مخربة مش شايف شيء بس راسي في السما فوق انا مش مرتاح ولا بون وكلمات بتهز تليفون. للأسف الأغنية دي مش هتعرفوا تسمعوها، وده كان تسريب 10 ثواني بس منها، لكن هتنزل في ألبوم لودد بيستولز قريب جدا. صاحبي لو رب بلدك بجري من عزبتك ده. برضو دي اغنية مش اعتيادية انها تتحط في مكتئب ناو، بس مع اقتراب دخول سنة كاملة على اخر البوم او سينجل لمروان بابلو، الواحد بيقعد يفتكر الحتة اللي كان بيقول فيها تمامات بابلو رجع اتحسست محمد علي بليه. وبرضو اتكلم في فكرة مش هيفهمها غير الناس اللي كانت بتقعد في الشارع كتير. ما يشغلنيش انا بطلت الصحبة اللي بتتجمع الحشيش، ولمة الكيف اللي في اغلب الوقت بتبقى مزيفة، وبابلو هنا بيقول لك انا اعتزلتها ومش عايزها. ولا سلام، خد
كلها خير. امسلم والاركي دوسر، واغنيه قديمه حبتين بس من اصيع الاغاني اللي عملها امسلم. الاغنيه مبنيه على خناقه بين امسلم ورشا رزق، هفهمكوا ازاي، بس الاول نعرف معنى كلمه خاوه بالاردني. خاوه يعني عافيه او غصب عن عين التخين. فهنا اركي دوسر سامبل اغنيه رشا رزق اللي بتقول ما راح تظبط معك، وامسلم خدها على فكره ان الناس اللي بتعمل حاجه جديده ومختلفه بيبقى مفيش حواليها غير طاقه سلبيه من الناس ونظره فشل من المجتمع ليها. كل ما تشوفني بس تذكرني اني فاشل، اوعك تتعامل مع واحد زي جميل حاله مش عارف. وده اللي كان بيشوفه امسلم ساعتها، عشان هو كان بيحاول يوصل الراب للناس في وقت المزيكا دي ما كانتش ظاهره فيه. فالخناقه هنا ان رشا بتقول في الكوبليه بتاعها انها مش هتظبط معاك ومهما عملت محدش هيسمع اللي انت بتقوله، وبيرد عليها امسلم وبيقول لها لازم هتظبط وبالعافيه، واللي في دماغي هيجي له يوم ويمشي. ما راح تظبط معاك، بدها تظبط خاوه وليك بدها تظبط خاوه. ويا سلام بقى لما استشهد ببيت من معلقه طرف ابن العبد اعظم شعراء الجاهليه وقال ستبدي لك الايام وما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار ما لم تزودي روحا. وهنا كان عايز يوصل بالبيت ده ان انت جهلك باللي انا بعمله دلوقتي مش مقياس، بس مع الوقت هتعرف امتي وهتلاقي دايرتك بتسمعني. جينا بقى للمهم كده، برنامج راب جدا هيبدا على القناه من الاسبوع الجاي، وده تحدي للناس اللي بتسمع راب هيتعمل للمشتركين في القناه، وهيتصور في مقر الشركه، بس لازم تكون من القاهره او موجود في القاهره في وقت التصوير. اللي هيكسب في الحلقه هياخد 1000 جنيه، واللي عايز يقدم هيروح على انستجرام ستوريز بتاعتنا او الانبوكس عشان نقول له على بقيه التفاصيل، والستوريز هتبقى موجوده خلال ال 48 ساعه اللي جايه بس. وبكده اسيبكم انا بقى واروح اسمع موسى سام، فما تتاخروش. صوتنا فضا بالنادي، صوت جوه دماغي نافين، عبيت همومي عزافين.